لقاء حميمي جدا لفت الانتباه بين النجمين العالميين براد بيت وجورج كلوني، حميميا جدا طبعا على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي، فهما أصدقاء العمر ورفقاء لنحو 30 عاما. صداقة جعلت العالم مدهوشا من عمقها وقدمها، وتجعلنا نسأل أنفسنا عن سر الصداقة الدائمة، وكيف يمكن أن يكون لدينا ذلك الصديق الذي لا يمكن نسيانه أو خسارته إلى الأبد. إذن كيف يمكن أن تعرف صديقك الحقيقي؟ نشاهد هذا الفيديو للكاتب الشهير سيمون جيلهام صاحب كتاب توقف عن الكذب على نفسك لنشاهد. 7 psychology facts about best friends. 1. Never worry about losing a friend, because a real friend can never be lost. 2. Friendship is not about who you spend the most time with, it's about who you have the best time with. 3. A strong friendship doesn't need daily conversation, and it doesn't always need togetherness. 4. Best friends are people who make your problems their problems, just so you don't have to go through them alone. 5. A true friend is someone who sees the pain in your eyes, while everyone else believes the smile on your face. 6. Only a true friend will tell you to your face what others are saying behind your back. And 7. Sometimes, being with your best friend is all the therapy you need. نرحب في الاستوديو بالاستشارية الأسرية ومدربة المهارات الحياتية كريستينا المعري. يسعد صباحك كريستينا. يعني أنا دائما أقول الصداقات اللي تبقى إلى الأبد هي الصداقات التي لا تبنى على المصالح، وغالبا تكون هذه الصداقات الطفولة 100%. لكن لو نبغى نتكلم بصفة عامة عن سر الصداقات الدائمة، ما تركيبة هذه الصداقة؟ هي مثل ما حكيتي، اول شيء هي صلاح ما بتخدم المصلحه نهائيا، يعني ما في مصلحه بالعلاقه. بحبك لانه انت صديقك، يعني هو دائما داعم لك، وقت اللي بتحتاجيه هو موجود، وقت فرحك ووقت حزنك، وقت الاوقات الصعبه، وايضا وقت اللي بيكون كثير، هي مهمه النقطه، انه وقت اللي بتكوني عم تاخدي قرارات مهمه بحياتك هو بيكون عم يحكي بحياد، عم ينصحك بحياد وقت اللي بتطلبي رايه، مو بناء على مشاعر معينه او لانه بده اياكي تعملي شيء معين او انه ما تنجحي مثلا فبدلك على طريق مثلا او خيار غلط. فهي من اهم الاسباب بالضبط. طيب خلينا نتكلم كمان عن بعض النقاط التي جاءت في هذا الفيديو عن كيف نعرف اصدقائنا الحقيقيين. يمكن واحده منهم تقول انه الاصدقاء الحقيقيين لا نفقدهم من حياتنا، كيف يكون هذا؟ لانه اليوم الصديق الحقيقي انت لو غبتي من مثلا، ممكن تعرفي هلا صرنا كثير عم نسافر، ما عدتي بس مترابطه باصدقائك الاساسيين او اصدقاء الطفوله اللي هن الاساسيين بحياتنا، فنحن صرنا عم نسافر ممكن نبتعد، هذا الصديق اللي دائما بتلاقيه جنبك بوقت الصعب، يعني دائما موجود، دائما حاضر، دائما هو جاهز يسمعك، جاهز يدعمك، جاهز انه يكون خطوه بخطوه معك حتى بنجاحاتك او بفشلك او بكل تفاصيل حياتك، فهذا الصديق ما عنده استعداد انه يخسرك، ولا انت عندك استعداد انه تخسري، فبتحافظ الصداقه على قيمتها الحقيقيه هون. وواحده كمان من اهم النقاط اللي هي الصداقه الحقيقيه ليست مع من تقضي وقتك، بل مع من تقضي افضل الوقت. افضل اذا احنا بنتكلم عن جوده الوقت هذا اللي صحيح. انا بقضي الكواليتي تايم هي كثير شيء مهم، انه انا مع مين عم كون سعيده، يعني ممكن اليوم انا اكون مثلا مع مجموعه من الاشخاص عم بضحك ابتسم، بس انا ماني انا متضايقه او انا ما عم بقضي، لا ماني مستمتعه، ممكن يكون واجب بس انا عم اكون موجوده معهم. الصديق الحقيقي لا، وقت اللي بكون انا فعلا باحسن حالاتي وانا سعيده ومرتاحه وانا شفافه، انا يعني قدامه، ماني عم البس اقنعه او البس وجوه اخرى لحتى اكون اتماشى مع الصداقه. واحده من النقاط اللي جاءت ايضا انه الصديق الحقيقي ما تحتاج انك تتواصل معاه او بشكل يومي ولا تقضي وجودك الدائم معاه، يعني وانا هذا الشيء صراحه موجود في حياتي، انه صديق مو شرط اني كل طول الوقت معي، خصوصا انه الواحد مشغول وفي الحياه وكل واحد في دوله وكل واحد في بلد مشغول في حياته، ولكن انه نرجع للنقطه السابقه، انه وقت ما بحتاجه بلقاه، ووقت ما باقضي معاه الوقت بيكون بجوده عاليه. صحيح صحيح، لانه هون اليوم نحن مثل ما قلتي كثير نحن مشغولين
الحياة كتير فيها انشغالات، ما في حدا بتقدري تكوني على كونتاكت مباشر معه أو تواصل مباشر 24 ساعة أو بكل دقيقة. ممكن يمرق أسبوع ما تحكي معه يمكن، بس لما بتحكي كأنه أنت كل يوم عم تحكي بالزبط. كأنه هي حاضرة بكل دقيقة من هالفترة اللي ما حكيتوا مع بعض فيها. مزبوط. طيب ماذا عن مشاكل الحياة؟ يعني بعض الأصدقاء ننصحهم يهولوا علينا هذه المشكلة، والبعض يقولوا أوه خلاص طنش ما في مشكلة، لكن من هو الصديق الحقيقي هنا عندما أواجه مشكلة ما؟ الصديق الحقيقي اللي بيعطيك النصيحة بتجرد بحياد حسب هو كيف شايف الموقف، لأنه نحن لما بنكون أحياناً بقلب الموقف أو المشكلة نحن بنكون عم نشوف من زاوية معينة بالزبط. الأمور هو بيكون عم بيشوفها من زاوية أبعد حقيقي. كونه هو خارج عن الموضوع بالزبط. فهو الصديق اللي فعلاً بيعطيك النصيحة اللي تناسب هاي الحالة اللي أنت فيها، أو بمحايدة عن أنه بده يسايرك أو يقلك أنه إيه لحتى يسايرك بالزبط. أنه روحي وراء هذا القرار، وهو ما يكون لصالحك وهو شايف انه مو لصالحك مفروض. فهو اللي بيكون فعلا عم بيكون داعم وعم يعطي رايه بطريقه جدا منطقيه وواقعيه للمشكله اللي انت فيها بفعل. طيب كمان خلينا نروح الى العراق، وهناك سالنا الناس ما سر الصداقه الدائمه. السر اللي يخلي الصداقه تدوم للابد، اول شغله انه صديقك انت تختاره نفس تفكيرك ونفس عمرك. بدينا من الصغر لحد الكبر، فما اقدر يعني اتعوف اكو اشياء مثلا حتى لو كانت من شيء مثلا غلط ومنه غلطاني ما راح اتخلى اي شيء بسيط. يعني طحت بعاز، طحت بموقف مثلا حرج باكرك بشايف تحتاج تنخص صاحبه مثلا، من راح يقول لك لا؟ فانت راح تجربه من هذه الناحيه. مقومات الصداقه الاساسيه، يحتاجه صديق وقت الضيق مثل ما نقول، يحتاجه بوقت ضيقه، وقت ما هو ضايج محتاجه يفضفض له يلقاه. صداقه تكون ما مبنيه على المصلحه، ماكو مصلحه يعني. يكونون افكارهم متشابهه، وايضا يعني انه نفس الاجواء الجو العائلي يعني يعيشون. أيضا على مواقع التواصل سألنا المتابعين ما سر وراء الصداقة المعمرة والدائمة. علاء يقول الإخلاص والوفاء وعدم الخذلان هم السر، بينما ترى ليندا أن الصدق والثقة أبرز مميزات الصداقة المعمرة، في حين تعتقد نسمة أن التسامح عند الأخطاء هو أبرز ما يجعل الصداقة تدوم. جميل هذا التسامح، موضوع التسامح هذا مهم. لكن واحدة من النقاط اللي لفتت نظري أن الصديق الحقيقي هو من يعلم حزني من نظرة عيني. من نظرة عيني صحيح. حقيقة أنها بتصير معي يعني ممكن أحيانا تكوني قاعدة أنت وصديقك المقرب لإلك يعرف إذا مخبية شيء، لو أنت عم تضحكي وعم تسايري الآخرين بالجلسة، وإنما هو قادر يعرف أنه أنت في شيء بداخلك ما له مريح ما له مريحك، من عيونك من حكيك من طريقة تعبير وجهك لغة الجسد يعني هو حافظها بيكون لغة جسدك. وهذا شيء مهم انه هو يكون عارفني يعني، ومن صحيح. من مثلا تصرفاتي بيعرف اذا كان حزين ولا لا. طيب احيانا يكون قضاء وقت مع الصديق المفضل هو افضل علاج. 100% وانا هي يعني فعلا كلنا نتفق عليها. كلنا بنتفق احيانا لانه بنسيكي اذا انت فعلا متضايقه، هو بيشيل الهم عن القلب مثل ما بنقول، هو بيكون معك يعني ليساعدك تطلعي من حاله حزنك او من وجعك او من ضايقتك، واحيانا عن جد ممكن هو ياخذك لمراحل كثير مهمه احسن تكون من العلاج. يريحك يعني يعطيك مجرد انك تحكي انت لحدا شيء مضايقك وهالشخص هذا ما يحكم عليكي، هي على هي بداية علاج وراحة نفسية كثير نادر في هذا الزمن. إذا نصيحتك الأخيرة، إذا بعد كل ما هذه الصفات توفرت في صديق المقرب، كيف أحافظ على هذه الصداقة؟ وهنا تكمن الصعوبة. صحيح، منحافظ وقت اللي بتكون فعلا نحن كمعتقداتنا وكقيمنا للصداقة مشتركة بتكون أو قيمنا عن الصداقة هي مشتركة فعلا، وقت اللي بنكون نحن عم نشتغل سوا أنا وهالصديق الحقيقي هذا لحتى نحافظ على العلاقة ما يدخلها مصالح، تكون عن جد محايدة متجردة، كون حقيقية معه، كون أنا معه بالفعل. لما نكون أنا هذه يمكن أكثر جملة حقيقية الواحد صحيح. يشعر فيها مع أصدقاء. وشكرا لك كريستينا المعري، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا على الاستضافة.